وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قمة حلف شمال الأطلنطي الناتو أكدت تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا واستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتخصيص ملياري دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، إلى جانب استقبال 100,000 لاجئ أوكراني. كما شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن سترد على أي استخدام روسي للأسلحة الكيميائية بأوكرانيا، لافتا إلى إدراك الصين أن مستقبلها الاقتصادي أكثر ارتباطا بالغرب من روسيا.